مساء الخير، النهاردة هنكمل باقي سيكشن المايكرو كريستاليزيشن اللي أخدناه المرة اللي فاتت. زي ما عرفنا المرة السابقة إن المايكرو كريستاليزيشن هي عبارة عن تكنيكس بفصل فيها سوليد عن الليكويد بإن أنا أكون كريستال من سوبر ساتوريتد سوليوشن. الستبس بتاعتها بتبدأ في البداية النيوكليشن وبعد كده الكريستال جروس. احنا ازاي في المعمل بنشتغلها؟ بيكون معانا الريجنت اللي بيكون الكريستالز مع الالكالويد سوليوشن، نعمل لهم ميكسنج على سلايد ونبتدي بعد كده بعد عدد معين من المينتس نفحصهم تحت الميكروسكوب. الالكالويد اللي هناخدها النهارده في البدايه هنتكلم عن الاستريكنين. السورس بتاعه بيكون موجود في السيت بتاعه الاستراكنس نقص فوميكا فاميلي لوجانيزي. الريجنت اللي بتتكون معاه الكريستالز هو مارنز ريجنت، ده سوليوشن من البوتاسيوم كادميوم ايودايد. شكلها بيوصفوها ان هي بتبقى موسكيتو شيب، شكلها شبه حشرة البعوضة. مهم ابقى عارف الريجنت وشكل الكريستالز والريجنت بيتكون من ايه وازاي ارسمها. الكالر بتبقى كالرلس كريستالز، وبنضيف الريجنت مع المارمز ريجنت على السلايد واستنى حوالي 5 دقايق على ما تتكون الكريستالز تبقى موسكيتو شيب. البابا فيرين السورس بتاعه موجود في الانرايبن فروتس بتاعت البابا فير سومينيفرم فاميلي بابا فيريسي. الريجنت عبارة عن الزنك كلورايد، شكل الكريستال بتبقى ريكتانجولار كريستال، كريستال مضلعة في الشكل وبتبقى كولرلس تحت الميكروسكوب. بستنى حوالي 10 دقايق بعد ما بعمل ميكسنج بين الالكالويد ريجنت مع الالكالويد سوليوشن عشان تتكون معايا الكريستال. الاتروبين السورس بتاعه موجود في الداتورا سترامونيوم والهايسايموس بيوتيكوس، دول فاميلي سولانيسي. الريجنت اللي هو فيجنرز ريجنت بتكون في صورة شورت رودز، أعواد قصيرة بتظهر شبه النجوم بالشكل ده.